السؤال اللي بعده، الدراما الاجتماعية في مصر أقوى لكن الدراما التاريخية في سوريا أقوى بكتير، إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي. إيجابي. طب بالسبب تفتكر؟ التراخيص في سوريا كانت أسهل، يعني تاخد ترخيص في التصوير في هذا المكان أو ذاك كانت أسهل، لكن السبب الرئيسي أنا باعتقادي أنه زملائنا في مصر لما قرروا يعملوا مسلسلات تاريخية عملوها في الاستديو. نحن لما عملنا مسلسلات تاريخية عملتوها في الخارج، احنا صورنا في الأماكن الحقيقية، صقر قريش صورناه في اللاذقية، دمشق، حماة، حمص، الرقة، فاس، مكناس، الرباط، ورزازات، يعني تسع مدن في المغرب وسوريا في القصور الحقيقية والصحاري طبيعية أكثر. عشان المشاهد اللي بتوه فيها عبد الرحمن داخل في الصحراء، مشينا لما بعد الأطلس، احنا على الصحراء بقى اللي اسمها ورزازات، للخيل بيغطس لحد ركبته في الرملة، يعني عشان نصور، عشان يوم تصوير.